السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص. عين رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك الدكتور عمر أحمد الجراي مديرا للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي، وهو من القيادات الناشطة في حركة الأخوان الجمهوريين السياسية والفكرية، وهو من المدافعين عن فكر الحزب الجمهوري. وقد برز نشاطه منذ أن كان طالبا بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم التي تخرج فيها في العام 77 900 ألف، ونشط كذلك في الجامعة في فترة الجامعة خاصة في الأركان السياسية المختلفة التي أسستها الحركة في نهاية ستينيات القرن الماضي. وجاء اختيار الجراي لأكثر منصب حساس في العملية التعليمية، وهو إدارة المركز القومي للمناهج باعتباره متخصصا في التربية وأسسها، حيث حصل الدكتور الجراي على درجة الدكتوراه من جامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 2000، وذلك في الثقافة والاجتماع وفي التربية. وحاز الدكتور الجراي على درجة الماجستير من معهد الدراسات الدولية في جامعة أوهايو في السياسة والتنمية في إفريقيا من جامعة أوهايو 97 900 ألف. ألف الدكتور الجراي عدة كتب، منها الفكر الإسلامي وقضية المرأة في العام 97، وكذلك الجهاد أم حرية الاعتقاد في إنديانا وذلك في العام 2004، وكذلك كتاب الصادق المهدي الانكفائية ودعاوي التجديد في العام 2005، وكذلك كتاب الدين والتطور وذلك من دار النهضة في القاهرة في العام 2013، وكتاب آخر الدين والتطور من حيث النظرية. إذن فما هو واقع المركز القومي للمناهج والبحث التربوي الذي أوكلت إدارته للدكتور عمر الجراي، وما هي المشكلات التي تعتري المناهج والبحث التربوي، وما هي الخطط والأهداف التي يسعى المدير الجديد لوضعها، وما مواقفه وآراءه لوضع المناهج التربوية الجديدة، وكيف ينظر المدير الجديد لنظرة المجتمع والعلماء والخبراء في صياغة المنهج الجديد وفقا لقيم الأمة ومعتقداتها ومبادئها. فأهلا ومرحبا بضيفنا الكريم. أهلا بك دكتور عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا بشكر قناة الشروق لهذه الفرصة، وبعتقد أني بحتاج لمثل هذه الفرصة لمخاطبة الشعب السوداني. نعم. حول قضية هي من أهم القضايا، قضية المناهج. نعم. والمناهج زي ما قلت أنا قبل كده في المؤتمر الصحفي بتهم كل إنسان في المجتمع، وهي مثل الدستور، يعني يجب أن تشارك الأمة كلها في وضعها. ولأنه كل إنسان وكل أب وكل أم عنده طفل أو شاب في مراحل التعليم هو حريص جدا على أنه طفله أو بنته أو ولده يتلقى التعليم اللي بيجعله في الآخر لما يتخرج يكون إنسان مؤهل ويجد موقع مادي وموقع معنوي وموقع اجتماعي مناسب. وأنا برضو بعتقد أنه الشعب السوداني من أكثر الشعوب اهتمام بالتعليم. يجوز يكون نحن يعني التعليم الحديث دخل بلدنا متأخر، يمكن دخل مع الاستعمار الإنجليزي، لكن قبل التعليم الحديث كنا في التعليم التقليدي، في الاهتمام بالخلاوي وفي الاهتمام بالمسايد وفي الاهتمام بتعلم المسائل السلوكية والأخلاقية من الطرق الصوفية ومن المربين ومن المرشدين، كنا بنتعلق بمسألة التعليم. نعم. ولما جاء التعليم الحديث برضو السودانيين كانوا من أكثر الناس اهتمام بالتعليم. نعم. ويمكنك أنت أن ترى شعوب تانية عندها إمكانات مادية أفضل مننا وموفرة لأبنائها فرص في البيئة التعليمية أفضل من فرصنا نحن،
لكن ما بتلقى أنه أبناء ذي المهتمين بالتعليم زي ما يهتموا أبنائنا نحن. صحيح. طيب هذا كلام جميل، كلام جميل جدا. يعني بداية تتفق معنا أنه قضية المناهج هي من أكثر القضايا حساسية عند، كما أسلفت أنت، عند الأسر وكل ذلك. أشرت إلى أنهم يريدوا أن يطمئنوا الأسر بصورة عامة، الأب والأم وكل كل الأفراد المجتمع يريد أن يطمئنوا إنه والله ابنهم هذا تلقى التعليم الكافي كما أسلفت، والمعرفة التي تؤهله لأن يواجه بها مصاعب الحياة وأن يكون شخصا ناجحا. لكن المعرفة هذه تقوم على المناهج التي يتم اختيارها لهذا الناشئ الجديد. بكل تأكيد يعني المناهج لابد دكتور عمر إذا اتفقت معي أن تكون معبرة عن معتقدات وقيم أي مجتمع من المجتمعات، لأي أمة من الأمم لابد المناهج أن تنطلق من القيم والمبادئ والمعتقدات التي يؤمن بها هذا المجتمع المعني، أليس كذلك؟ ده صحيح. بس القيم اللي بيؤمن بها الشعب السوداني وقع على تزييف كبير. بمعنى؟ بمعنى أنه نحن حكمنا بنظام دكتاتوري، نظام ما كان بيسمح برأي آخر، نظام محل كل الأحزاب الموجودة ومنع الأفكار الموجودة، ووجه البلد بفكر معين. الفكر ده كانت محاولتهم المستميتة أن يقنعوا الشعب أنه ده الإسلام، لكن الشعب ما اشترى المسألة دي، بدليل أنه الشعب يسار عليهم وأزالهم، هو شعب مسلم وبحب الإسلام. أنت تتكلم عن حقبة محددة طبعا. أنا بتكلم عن حقبة محددة. الحقبة دي هي الحقبة اللي تدهورت فيها المناهج، لأنه قبل الحقبة دي وقبلها بفترات طويلة المناهج لما وضعت، حتى لما وضعوها رواد التربية الأوائل، ناس الأستاذ عبد الرحمن علي طه وناس الأستاذ عثمان محجوب وكذا، الناس اللي أخذوا في تكوين مخط الرضا الأساسية في مبروكة، وديل لما بدوا الموضوع ده كانوا منطلقين من قيم الشعب السوداني، لكن ما كانوا عملوا منهج زي المنهج الحاضر ده. طيب نحن بعدين بنعرف تحفظاتك، نحن نعرف تحفظاتك، وطبعا يعني بصورة عامة برضو التربويين كان عندهم كثير جدا من الملاحظات حتى على المناهج القديمة منذ قيام دولة السودان الحديثة. يعني مستر جريفيث كان مدير معهد مدير بخت الرضا، مدير المعهد في بخت الرضا. الإنجليز نفسهم نظروا لقيم المجتمع السوداني ومعتقدات المجتمع السوداني، مستر جريفيث نفسه، لكن برضو في بعض المناهج تخللتها الكثير جدا من التشوهات، خاصة في النظرة للإسلام. بمعنى أنه مثلا نحن في حقبة من الحقب وجدنا في بعض المناهج يعني مثلا قطعة نثرية في اللغة العربية، قطعة مطالعة يكتب عليها لطلاب الأساس في ذلك الوقت: طه القرشي مريض في المستشفى، يكتب عليها حليمة بائعة اللبن. يعني ليس مصادفة أن يكتب طه القرشي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم محترم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عند كل أهل السودان. ولذلك المناهج نفسها لم توضع في كثير من حالاتها أو في بعضها كما شخصها بعض التربويين، لم توضع بالصورة التي تعبر عن قيم المجتمع، لأنه قيم المجتمع دي ليست لتنظيم سياسي محدد وليست لحقبة سياسية محددة. أنا لا أتفق معك إطلاقا في أنه طه القرشي الناس اللي كتبوه قصدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا بالحقيقة بفتكر أنه ده رأي الأخوان المسلمين اللي حاول ينقضوا المناهج دي، ودارين يفهموا الناس أنه الناس اللي كتبوا طه القرشي قصدين النبي، وأنه الناس دي دارين يسيئوا للنبي، مع أنه القصة بتاع طه القرشي نفسها ما فيها أي إساءة لطه القرشي ذا نفسه. التايتل طه القرشي والاسم مأخوذ من الواقع بتاع المنطقة اللي فيها بخت الرضا. يعني هم ناس مستر جريفيس لما يسموا اسم معين، والسودانيين اللي اشتغلوا معاهم ما كانوا كفار، السودانيين اللي اشتغلوا معاهم كانوا مسلمين أيوة، كانوا يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أذكى من الناس اللي جوا مؤخرا غضون ديل، قالوا ديل قاصدين النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يقولوا لمستر جريفيس لا الكلام ده ما صحيح، لكن الحاصل في الموضوع، لكن يا دكتور انه جاء الغرشي عادي بس ما زيد ولا عبيد، لانه شنو، لانه بكون في زول في الوقت ذاك لاقى الخواجه ده في المنطقه ديك، وفي نساء كانوا بيبيعوا فعلا اللبن، وهو بكون سمع الاسم بتاع واحده منهم او الاسم المذكر. يعني حليمه برضه مصادفه، حليمه مصادفه وطاهر غرشي. انا لا اتفق اطلاقا في المساله، بفتكر انه ده عمل مخطط
من الاخوان المسلمين اللي نقد المناهج دي، عشان الاخوان المسلمين ما في السلطه، لا موجودين ما في السلطه، لكن دايرين السلطه، السلطه فيها سام، والسلطه مفكرين في انه ياثروا على المناهج فيها لما يصلوها، وهم في الحقيقه مما نشوا عشان السلطه، وما نشوا عندنا احنا، نشوا في مصر عشان السلطه، وما كانوا بيعملوا في اي وقت من الاوقات في اي مرحله من المراحل في اي بلد من البلاد الا للسلطه، لانه ما عندهم حاجه ثانيه بيعملوا لها. فهسه لما وصلوا للسلطه دايرين يوهموا الناس انه هم ما غيروا المنهج ذاك الا لانه في وسائل النبي، لا هم غيروه عشان يدخلوا افكارهم، ودي المسائل اللي انا مشيت طلعت لها نماذج كثير جدا. وطبعا في اجتهاد بشري، التاسيه الان برضه عندكم اجتهاد الان لانه عندكم رغبه تعدلوا المنهج. طيب وانت ذكرت عدد من التحفظات يعني فيما يتعلق بالمنهج الموجود وخاصه في ماده التربيه الاسلاميه. شنو التحفظات؟ انا ما قلت اني انا داير اغير المنهج. اللي هو المطلوب شنو؟ قلت الشعب السوداني. انا مقترح اقتراحات وطرحت الاقتراحات دي وقلت انه انا داير الشعب السوداني يضع المنهج. سواء قال بعد ذاك لما تطرح له الموضوع ده قال والله لا نحن ما دارين الكلام اللي قاله بالراي ده، نحن دارين المنهج القديم زي ما هو، بيخلوه لهم زي ما هو. انا ما قلت انه انا ممكن اضع المنهج. ولذلك انا بفتكر لا انت ابديت بعض الاراء فيما يتعلق ببعض المواد يعني قلت راي انا وقلت في الاخر انه دي مقترحات دي ما قرارات. اللي يعني هي شنو في خصوص التربيه الاسلاميه يعني مثلاً. الكلام القيل مثلا وكتب في الجرايد وتبنته منظمات، فناس يسموا نفسهم ما عارف دعاة الشريعة والقانون وما عارف. طبعا دي فرصة لك، دي فرصة لك انك انت تصحي المواقف لانه دار لغط كبير جدا. حتى في ناس تخوفوا انه والله عمر الجراي الجمهوري قد يملي افكاره على في بطريقة كتابة هذا المنهج. انا ما عندي مانع انه الناس ينقدوا وحتى يتخوفوا، لكن عندي انه ما يكذبوا. يعني انت اذا كنت انا على باطل وجاي اعمل يعني النقل ما كان سليم؟ مش ما كان سليم، هو كان كذب تماما، ما له علاقه بالكلام. يعني مثلا يجيبوا صورتي انا ويكتبوا تحتها كلام ويقولوا هذا قاله الجراي الذي سيكون مدير، قبل ما اكون يكون مدير المناهج، والكلام ده اصلا ولا قلت ولا سمعت به ولا حصل. ويقولوا قالوا في ندوه في كندا في كالجري، وانا فعلا كنت في سنه 2015 عملت ندوه في كالجري، ولما هم كتبوا الكلام ده الناس الموجودين هناك نزلوا الندوه نفسها بما الصوره والصوت وما فيها الكلام ده، ما فيها الكلام ده. طيب 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 ثاني جابوا صوره الدكتور محمد احمد محمود، ورجل معروف وكان استاذ في اللغه الانجليزيه في جامعه الخرطوم، ومعروف هسه في امريكا وكان في بريطانيا، زول معروف افكاره معروفه، جابوه بيتكلم بشيد ببعض البنات اللي قالوا انهم هم ملحدات، وقال انه البنات دي شجاعات انه نعترفوا بانهم ملحدين وكذا وكذا، بيثني على المساله دي. كاتبين تحتها انظر الى مدير المناهج يدعو الى الالحاد، ما عارف الجماعه قالوا ان ده لكن ما هو الصوره المنزلينها صوره الدكتور محمد احمد محمود، ما صورتي انا، لكن بيعتمد وهنا عارفين، لكن بيعتمدوا على انه في ناس ما بيعرفوا صورتي انا ممكن يتضلل. انا بفتكر ان في زول قد يكون عنده غرض سياسي، ولكن انت اذا دار انت اذا دار تقييم شخص معين تنقده، يعني لو كان الشخص ده على باطل انت انقده بالحق، لكن ما تنقده بالكذب. انت ما بتمشي لله بالكذب. اصلا الاشكاليه بتاعتنا نحن الاساسيه مع الفهم ده انه دايرين الناس يمشوا يفتكروا ماشيين لله بالكذب. طيب نرجع لمواقفك اللي اعلنت عنها فيما يتعلق بالاعمار السنيه وماده التربيه الاسلاميه، اشير طلع في المؤتمر الصحفي سوريا. أيوة. انا ما قلت انه نحن ما ندرس اولادنا القران، ولا قلت ما ندرسهم الحديث، ولا قلت نحن ما نعلم اولادنا كيفيه الصلاه، الاحكام اللي وردت في كتب الفقه، ما قلت كده، لكن قلت انه نحن حقه نديها لهم بجرع ممكنه ومتناسبه مع اعمارهم. لسببين، لسبب انها لو عملناها كثيره بتكرههم هم نفسهم في مساله الدين ذاته، والسبب الثاني انها بتطغى على المناهج الثانيه اللي نحن دائما نطلعهم متعلمينا وعارفيننا. وده كلام في الحقيقة بيقولوا الآباء وبيقولوا الأمهات وبيتكلموا عنه الناس كلهم، أنه أنت ما بتعمل لك منهج يقوم على الحفظ عشان تلغي تفكير الطفل وتخليه من صغير ما يفكر بس يحفظ ويردد. فأنت ما في مشكلة، أنت حفظ صور متناسبة مع سنه مثلا، بمعنى يعني زي شنو مثلا؟ بمعنى أنه مثلا إذا كان بالأعمار السنية، أيوه إذا كان هو مثلا في سنة ستة ابتدائي حفظ صورتين ثلاثة، ويكون اختار له الصور اللي عندها جرس موسيقي
السهلة الحفظ. طيب لا مش ساعتها، نحن 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 يا دكتور من 5 سنوات اهلنا بودوا طلابنا اولادنا الخلاوي ويحفظوا القران الكريم في عمر مبكر جدا، يعني من 5 سنوات بتلقى واحد حافظ اكثر من 15 جزء من القران الكريم. كويس، ما انت كويس؟ ما ده اختار ابوه ما اختار، ما انا اخترت. لا الغالب الغالب من اهل السودان. لا 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 الغالب الغالب. لا لا اوريك، انا ابوه اختار انه هو داير بس يمشي يقعد السنين دي كلها يحفظ القران. لا ما السنين كلها، اللي بيقدر عليها، ما هو في دول بيحفظوا 3 سنين، في دول بيحفظوا 5 سنين حسب ادراك الانسان. وبعرف انا ناس قاعدوا في الخلوه 8 سنين حتى حفظوا. طيب انت بتودي ولدك للقران، خلاص ده ما بيجي متفرغ للقران، ما عنده حاجه غيره. ده في الفتره بتاع التقليم قبل المدرسه. وما قبل المدرسه، وفي ناس ما ودوا اولادهم المدرسه اصلا، ودوهم بس يحفظوا القران لغايه ما يبقى كبير. طيب طيب ده اختار انه ولده يركز على المساله دي ويتفرغ لها. لكن انا الاب الثاني اللي اخترت انه ولدي يتعلم التعليم المدني، اللي انا داير انه هو صغير يعرف رياضيات ويعرف انجليزي ويعرف كده، ورايي انه ده بيأهله اكثر. انا ده مديته المدرسه، انت ما تقلب لي المدرسه خلوه ولا تقلب لي المدرسه محد ديني، لانه لا ما محد ديني. يعني يا حسين يا دكتور اذا كان انت في المواد التعليميه في الـ في الـ في الاساس بدايه من السنه الاولى في صور محدده، 23 صورة في سنة كم؟ في سنة أولى. لا كيف لا؟ أنا بكلمك، أنا بمر على الكتب دي يوميا. صور قصيرة 23 صورة، صور تبدأ قصير. بصور قصيرة اختصار الصور. لا لا ما كلها بتمشي صور. لا لا فيها صور ما قصيرة، متوسطة الطول بالنسبة لطفل عمره 6 سنين ما قصيرة. وأنا بفتكر إن إحنا زمان لما قرينا في المدارس الصور هسه بيقولوا لهم في أولى دي ادونا لها في الوسطى، ما ادونا لها في الابتدائي ذاته، في صور نحن قريناها في الوسطى هسه بيقولوا لها زور في سنة أولى. فأنا ما بفتكر أنه العمل ده عمل عشوائي. طيب تكسيف المنهج ده لأنه ده المعتقد الأساسي عندنا، أنا بكسفه ميتة بدل أنه والله الطالب ده اللي قدام دار تقحم لي بالفنون والموسيقى والعلوم الأخرى والعلوم الكونية، أنا أفضل أديه منهجه الذي يعتقده، وعشان هو بعدك يتخصص لي لقدام. أول حاجة لكن القرآن نفسه نحن عندنا في فكرنا واعتقادنا السوداني إن هو بركة ويفتح الأذهان لكثير جدا من المعتقدات. هل يعني أنت هل هسه يعني لا نحفظ القرآن فقط لمجرد الحفظ وإنما نعيشه واقع حياة؟ طيب أنا أكلمك عن الموضوع. أولا ما في آية في القرآن ولا في الحديث قالت تحفظ القرآن على الإطلاق. هسه أقرأ لي آية قالت للناس أحفظوا القرآن. مش الحفظ فقط، أنا بتكلم عن الحفظ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. طيب ما ممكن اقول الله ما يكون حافظ زي سوره الذكر القران، ما قال القران تفسير العلماء، ما قال تفسير العلماء. احنا في العلماء دين احنا بنفتكر تفسير العلماء دين احنا ما قال لا انا نحن انزلنا الذكر وانا حافظ. يا استاذ نعم الله قادر على ان يقول كلام واضح. ما بنتظر واحد يجي يقول لي انا عالم وافسر لك، يديني كلام من راسه هو. ليه؟ لا ما من راسه. انا اوريك ما من راسه موجوده. ما هي التفاسير كلام رجال من راسهم. ما هو الذكر ده، الذكر شنو؟ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. هو الحافظ، لكن ما قال لك انت حافظه، ما قال لك احفظه انت، قال لك انا حافظه. انا بحفظه لشنو؟ طيب انت شغال بالموضوع ده عشان تعبده يا استاذ، عشان اعيش به منهجي يا استاذ. نعم القران لما الله نزله للصحابه ومعاون النبي قال لهم اقرأوا ما تيسر من القران. ما تيسر من ما تيسر ايوه يعني ده لمنو؟ للصحابه. للصحابه لكن برضه قال لهم اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما ممكن تذكروا بكلمه ما تذكروا بالقران. ليه بالقران؟ القران ده ما الذكر هو. ما كويس لا القران هو الذكر. نحن لو تناقشنا في الموضوع ده ما بيخرجني من موضوعنا. طيب القران في فرق بين الذكر والقران والفرقان والكتاب. نعم. مستويات مختلفة. طيب لكن نحن لو تجادلنا فيها ده موضوع يعني عندك انت في التفسير الآية الذكر ما هو القرآن الكريم؟ لا الذكر أكبر من القرآن الكريم. الذكر محتوى قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. والذكر هو القرآن والزبور هو كتب في الزبور قبل القرآن. نعم كتب في الزبور من بعد ما ذكر من بعد. إذا أنا متفق معاي إنه الذكر هو القرآن. لا الذكر أكبر من القرآن، بيحمل القرآن وزيادة، لكن ده ما موضوع الحلقة دي. لو ده موضوع الحلقة دي أنا ما لا موضوع الحلقة. لكن الذكر أكبر لكن هذا ما نعتقده ونؤمن به وفيه تفاسير لعلماء أجلاء. وجود هذه التفاسير هم ما علماء أجلاء، هم ناس درسوا وقالوا رأيهم، ورأيهم ده قابل للأخذ والرد. ما هم ولا النبي ولا معصومين ولا كده. لا نحن التفسير القرآني واضح. وبعدين المفسرين ذاتهم لما فسروا القرآن التفسير ذاته عنده مسائل كثيرة، منها أنه
مستوى المفسر في ثقافته، معرفته بثقافة العصر اللي هو فسر طيب فيه. نحن نمشي لقدام، ده موضوع ما موضوعنا. لكن عموما يعني نحن في نظرتنا لهذا الموضوع انه الأسر بصورة عامة في السودان تركز على ان يكون الناشئة خير ما يبتدؤ به علمهم وثقافتهم وانفتاحهم وتفكيرهم هو ما يعتقدون وما يتبنون. ولذلك ما بيننا وبينك الأسر، نحن هسه دايرين نسأل الأسر ودايرين ناخذ رأي كل أب ورأي كل أم. هل انت داير ولدك في عمره 6 سنين يحفظ 23 صوره؟ لو قالت ايوه اخوي خليها، لكن انا ما افتكر يعني الان أفتكر يعني الان نفهم من ذلك انه الدكتور عمر الجراي سيتجه الى استفتاء عامه اهل السودان. بالضبط عشان لكن برضه في خبراء يا دكتور، في خبراء. لا 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 انا قبل الخبراء انا داير في الاول الناس العاديين اباء الاطفال دايرين الموضوع شنو، بعدين بعد ما هم يقولوا ارائهم انا بعمل بجيب خبراء. كيف الوسائل شنو؟ الوسائل بتبع الدكتور عمر مثلا من بكره نحن حنبدا نشر في 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 الصحف لتلفوناتنا وايميلاتنا ومن الحلقه دي لانكم برضه تنشروها. نحن موجوده عندنا ان شاء الله الزملاء في الكنترول. يلا اذا جاهز الان عندنا التلفونات ووسائل الان هي على الهواء. ايوه دي التلفونات يا اخواننا المشاهدين الكرام للمنفعه العامه. هذا هو المنهج والآلية التي سيتبعها مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، في انه المواطنين يبدوا اتصالاتهم من خلال هذه الرسائل ومن خلال الايميل، في ايميل موجود في مكاتب تابعه للمركز القومي للمناهج منتشره في الخرطوم وفي بخت الرضا في الخرطوم في الحلفايه وغيرها من المناطق، في ايميلات وفي تلفونات كذلك موجوده. يعني الاتصالات دي ولا واتساب؟ الاتصالات دي فيها واتساب وفيها تلفون وفيها ايميل وفيها كده وفيها ويب سايت، ممكن فيها فرصه انه يخطوا فيها الناس ارائهم. ارائهم حول كل المنهج؟ المناهج كلها. طيب المناهج بعد طيب بعد ما جاتكم؟ اي بعد ما جاتنا دي وبرضه نحن تكلمنا مع يعني في ناس بيردوا على هذه الهواتف؟ في موظفين؟ ايوه في موظفين موجودين. في ناس موجودين اللي يردوا على هذه الهواتف. طيب وانه خاطبنا تجمع المعلمين وخاطبنا المعلمات وخاطبنا الناس خارج السودان وداخل السودان واي انسان يقول لنا رايه. لما نجمع الراي العام ده ونفرزه ونشوف الناس توجههم شنو، الكلام اللي احنا قلناه هم دايرين ولا ما دايرين، بعد ذاك بنشوف وسائل كيف يوضع المنهج دي، فيها خبراء وفيها ورش عمل وفيها اجتماعات وفيها نقاشات، ودي برضها بنرجو انه الاعلام يجي نقول للناس برضو يعني حتى لما نعمل ورشة يعني بعد ما تجمعوا آراء المواطنين بمختلف مشاربهم كتابة أو اتصالا بتصيغوها. أيوة بعد ذلك بتمشوا للموضوع الخبراء والعلماء المختصين. طيب المطلوب شنو؟ حتفتحوا الحوار مع في الورش التي ستنعقد حول أي موضوع من الموضوعات المختلفة. الورش حنعملها ورش تخصصية يعني مثلا نعمل ورشة لمناقشة منهج الرياضيات، يجي فيها ناس خبراء في الرياضيات وناس خبراء في وضع المناهج وخبرات من السودان ومن خارج ومن الداخل، ويتناقشوا حول المنهج وبنوريهم راي الناس. قالوا والله يا جماعه نحن شايفين منهجنا بتاع الرياضيات ده لاولادنا ده كثير على اولادنا في السنين المعينه نخفف. اي فانتوا خبراء بتخففوا لنا تجعلوا منهج كيف؟ زول ثاني علق قال والله يا اخي المنهج ده هو منهج رياضيات لكن فيه كلام كثير بتاع حشو ثاني ما حاجه ما رياضيات. انتوا كيف بتجعلون المنهج ده فعلا متخصص في الرياضيات وهكذا. فنحن كل المواد بما فيها التربيه الاسلاميه وتحديد التربيه الاسلاميه نفسها بنناقشها. طيب ما يتسع ابديت اراء يعني برضه كمان نحن دايرين نطمئن انه والله اداره وضع المناهج نفسها ليس للفرد، يعني ليس لفرد مدير المركز او العاملين معه، وإنما هي لهذه الورش. يعني هذه الورش النتائج التي ستخرج بها حول مختلف المواد ستكون ملزمة في وضع المناهج. أيوة تكون ملزمة في وضع المناهج، لكن نحن ما بنمشي للورش من البداية، بنمشي للشعب. نحن دايرين في الحقيقة المنهج ده لما يوضع يكون الشعب وضعه وعبر عن الشعب. وأنا زي ما قلت في المؤتمر الشعبي ده الشعب معبر، لكن الصياغات النهائيه حقت المختصين. يعني زي الدستور. ايوه الدستور ما بيضعوا السياسيين، يبدوا ارام لكن يضعوا لنا الدستوريين والقانونيين. لكن ما يستطيعوا ان يضعوا الشيء ان ما بيلقى فيه كل فرد حقه، وده ما بيكون دستور. ما بيكون الدستور في نظام ديمقراطي. اذا الدستور الموجود نحن كفيها مجموعه ولو كنا قليلين ما بنجد فيه حريتنا وما بنجد فيه حقوقنا، ده ما دستور ديمقراطي.
وكذلك المنهج. إذا كان نحن عدد من الطلاب قليلين في المنهج وما بنلقى فيه حريتنا وما بنلقى فيه واحترام لمعتقدنا وما بنلقى فيه حقنا في أنه نتعلم بالصورة اللي نحن بنفتكرها صحيحة، برضو ما يكون منهج صحيح. وهكذا حددت الأسماء بتاعت العلماء المختصين والخبراء الذين سيشاركون في هذه الورش؟ لا ما حددناهم، حددتهم بعد ما نجمع موضوعات. نحن عندنا المهم رأي الشعب في الأول، بعد ذلك بنلقى الناس المختصين ونجيبهم من الجامعات ومن كل المناطق. طيب بعد ما يكتب الصياغة النهائية للمنهج المنهج الكامل، بعد ما يكتب كل ذلك ممكن برضو تعودوا فيه تعودوا فيه؟ طبعا احنا الى الان عندنا اليات ما اكتملت في الجهاز التنفيذي، يعني مثلا ما عندنا جهاز تشريعي لغايه الان اللي هو البرلمان، لكن ما عندنا فراغ برضو، لانه هسه التشريع بيقوم به طيب المجلس الانتقالي ده، المجلس السيادي. ايوه مجلس الوزراء. ايوه فإذا طيب. ما عندنا فرق، معنى ذلك انه المنهج ده حيمشي مجلس الوزراء ومشي المجلس السيادي بعد ما يتصيغوه بعد الاستفتاء من الجمهور والعلماء والمختصين والخبراء، حيمشي بياخذ الخطوات الموافقه عليه، الاجازه والموافقه عليه. ايوه هذه متوافق عليه الدوله حتى يمشي، لكن هو ده في الاول نحن داين راي الشعب. طيب دكتور عمر، فيما يتعلق بالاليات المكونه للمجلس المركز القومي للبحوث للمناهج والبحث التربوي، في مجلس الان مختص والله بس فقط المدير العام ولا الاجسام الاداريه؟ التكوين الترتيبي الاداري داخل المركز ما هو؟ في مجلس علمي في المركز، في مجلس علمي والمجلس العلمي ده بيشرف على المسائل العلميه في المركز، في ترقيات لان هم ديل اساتذه باحثين بدرجات الاساتذه الجامعيين يعني. فترقياتهم وانتقالهم من مرحلة لمرحلة ومن مستوى في العلم لمستوى علمي بيشرف عليه مجلس علمي. تابع للمركز وتابع للوزارة؟ هو خاص بالمركز؟ خاص بالمركز. هو المركز موجود في بخت الرضا؟ المركز موجود في بخت الرضا، المركز ما تابع للوزارة. المركز ما جزء من مكاتب وزارة التربية والتعليم. ما جزء من إدارتها؟ لا. تابع لل المركز يتأسس بقانون براو. طبعا مجلس الوزراء صدر القانون من رئاسة الجمهورية الوقت ذاك، يتأسس به المجلس. بقى هسه المجلس علاقته مباشرة مع وزير المالية، لكن ما علاقته مع وكيل مثلا الوزارة في المالية. ليه وزير المالية تحديدا؟ لأنه هو دي من المجالس التابعة لوزير المالية. ليه؟ مش وزير المالية، وزير التربية والتعليم. وزير التربية؟ أيوه. وزير التربية. نعم. فهو من المجالس التابعة لوزارة التربية، لكن ما من مكاتب وزارة التربية والتعليم اللي هي بيشرف عليها وكيل وزارة. يعني تابعة إداريا للوزير مباشرة. وزير التربية والتعليم. أيوة. لكن مستقلة، عندها ميزانيتها المجلس، عنده ميزانيته المستقلة، عنده تعامله المستقل مع شؤون الخدمة العامة في الدولة، عنده تعامله المستقل مع وزارة المالية وهكذا. يعني لكن في النهايه هو تابع لوزير التربيه والتعليم. هو في الاخر ذلك انه تابع للوزاره. هو تابع لوزاره التربيه والتعليم في الاخر، لكن هو ما جزء ما قسم من اقسام وزاره التربيه والتعليم، بس تابع للوزير. تابع للوزير معناه جزء من الوزاره، يعني اذا كان لانه ما حيتبع له اي وزير ثاني. لا ما له وزير ثاني، لكن في عنده استقلاليته كجسم. نعم. لكن برضه كمان هو عنده علاقه بكافه الادارات المختلفه داخل الوزاره بحكم التخصص. عندك علاقه، لكن العلاقه دي ما محكومه بالوزاره بقدر محكومه بقانونه ولوائحه المجلس. طيب فيما يتعلق بال بوضع المناهج نفسها، لدينا العديد من التجارب المختلفه على مر الحقب السياسيه، هي تعديل او كده، وفي تعديل في الان طبعا احنا حنمشي في 2020 للسلم التعليمي 6-3-3. صحيح. وده ذاته من اختصاص المركز القومي للمناهج، ولكن هي دي خطه موجوده في التربيه والتعليم. بالضبط. بصوره عامه حدثنا عن الفكره دي فيما يتعلق بالعوده الى 6-3-3. 6-3-3 هي طبعا بعد احتجاجات كثيره برضه حصلت من الناس عن المساله بتاعت 8 سنوات وثلاث سنوات. اللي هي كثير من التربويين شافوا انه 11 سنه ذاتها ما كفايه لتعد الانسان عشان يكون مؤهل يدخل التعليم الجامعي. فقالوا زاد لها سنه.
فكانت الفكرة أنه كانت تطبق أصلا هي قبل التعديل الأخير كانت تامنة كانت موجودة 6-3-3 بالضبط. بعدين كانت كانوا دارين يعملوا سنة بقوة 9 يعني ال 12 سنة بقوة بأنه المرحلة ابتدت تكون 9 سنوات وديك 3 سنوات. فدي برضه صورة طرحت ولقت اعتراض من بعض التربويين وكذا. فبقت أنه الفكرة اللي تم عليها الاتفاق هي 6-3-3 وده زي ما انت قلت ما اتفاق مننا نحن ناس المناهج، لا هو ده قرار من وزارة التربية والتعليم. يعني ده صدر في مؤتمر التعليم في 2012. ايوه نعم. فهو صدر وصدر بعدها قرار في فترة معتز موسى حينما كان رئيس الوزراء بتنفيذ في العام 2018. اوكي. فهو ده هسه حيتنفذ في 2020. نعم. ف الوضع الجديد في ما بعد الثورة في حكومة الثورة الوزارة رأي أن موافقة على 6-3-3 دي وأنه يستمر ما عندها تعديل في السلم التعليمي. فالمناهج حتوضع على أساس السلم ده على أساس 6-3-3 لأنه في مرحلة ابتدائية ومرحلة وسطى ومرحلة ثانوية. وده اللي حيمشي فيه الإعداد بتاع المراية. يعني احنا لما نيجي مثلا نقول دايرين نعمل منهج للعلوم او للرياضيات في الثانوي العالي حنعمله على حنقسمه على 3 سيكونسز الاولى والثانيه والثالثه. نعم. وكذلك لما نقول ده نعمل منهج للعلوم في المرحله الوسطى برضه حنقسمه على 3 ولو دارين نعمل منهج للعلوم في المرحله الابتدائيه حنقسمه على 6 لانه خلاص بقت 6-3-3. نعم. طيب انا سعود اليك ان شاء الله في العديد من النقاط المختلفه دكتور عمر الجري. اذا مشاهدي الاعزاء نحن معكم على الهواء مباشره في هذا اللقاء الخاص الذي نخصصه للدكتور عمر احمد الجري مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي. سنعود بعد قليل. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. نحن لا نزال معكم على الهواء مع الدكتور عمر احمد الجراي مدير المركز القومي للمناهج وكذلك البحث التربوي. اهلا بك دكتور من جديد. دكتور عمر، كنا نتحدث عن السلم التعليمي والفتره المقبله، يعني انتم وضعتوا زمن محدد عشان تكملوا فيه المساله بتاعت استفتاء الناس عبر هذه الوسائل المختلفه، جمع العلماء لتحديد هذه الورش وكتابة وصياغة المنهج الجديد المستحدث في زمن محدد في مانديت جداول يعني؟ لا، ما في زمن محدد بصورة محددة يعني شارب، لكن في توقعات يعني بنتوقع أسابيع معينة لجمع المعلومات العامة دي، وبعدين بنتوقع أوقات معينة حنقسمها لبعض الاجتماعات والورش في مسائل بسيطة أو بعض المواد أو المقررات. لما تم التحديث بعد 2012 بقت فيها حاجات ما بطالة كويسة، وأنه ما بتحتاج لأنه يتغير المنهج بقدر ما بتحتاج لأنه ينقح. يعني زي شنو مثلا؟ يعني معظم المواد دي بتحتاج لتنقيح اللي تجددت بعد 2012. زي شنو مثلا؟ تحتاج لتنقيح. يعني مثلا انه مثلا حجم الماده ممكن يحتاج لعدد من الناس يقروا الكتاب ويقللوا الماده بتاعته، والمدرسين اصلا رايهم كده، يعني حتى المعلمين رايهم انه الماده دي كثيره ممكن تتقلل. زي مواد شنو مثلا؟ نحدد كل المواد؟ ايوه كل المواد دي ممكن يمشي فيها الموضوع ده. لكن من سادته ولا كده، هي دي الاشكاليه، لانه يعني لانه هم المناهج دي وضعت من سنه 1990 كانت لحد كبير فيها مشاكل اكثر من ما هسه فيها، واتعمل مؤتمر التعليم لحل مشاكل المناهج دي، وبدا بتغيير المنهج بتاع المرحله الاساس والاولى والثانيه والثالثه والرابعه، ووصلوا لغايه منهج 5. يعني لغاية منهج 5 ده يعتبر جديد بالنسبة للمنهج اللي كان بتاع 1990. فالمنهج ده بعد تجديده
ودخلت فيه بعض الحاجات إيجابية في التجديد ده، وممكن يتم له تنقيح. ده ما بياخذ زمن كثير زي عمل منهج من الأساس. يعني ده حتنقحوه قبل الاستفتاء العام لا حنقحوه بعد الاستفتاء بعد العام. الاستفتاء لكن تنقيحه ما بيحتاج لعمل مكثف بتاع وضع منهج زي ما حنعمله فيما يخص سات والمراحل لغايه نهايه السنه العامه. تنقيحه شنو يعني؟ في اخطاء ولا بينقصوه؟ في اخطاء كثيره يعني تربويه ولا منهجيه ولا شنو؟ في المحتوى نفسه. في المحتوى يعني انا ضربت امثله في المؤتمر انه كتب اللغه العربيه فيها اخطاء في النحو وفي اللغه وفي كذا وفي كذا. في اخطاء؟ الكتاب مثلا بتاع العلوم الهندسيه ده الليله كان عندي اجتماع مع اساتذه وموجهين فنيين لماده العلوم الهندسيه. بيفتكروا ديل ثلاثة كتب بتاعت أولى سنة والثانية سنة والثالثة سنة، بيفتكروا الثلاثة كتب دي فيها ما لا يقل عن 48 في كل كتاب ولا أكثر، وأنا قلت لهم اكتبوا لي بها تقرير أخطاء علمية كويس، وبعض المسائل بيفتكروا أنها أخطاء من حيث أنه يعني في طريقتين للإجابة على السؤال المعين العلمي، وكل أستاذ بيميل لطريقة معينة وما في كتاب مرافق ليوجه الأستاذ في أنه يحسم الطريقة دي المحددة دي. حتى الكتاب الثاني بتاع ده بالطبع جزء منه وصل المدارس جزء منه ما وصل المدارس، لكن معظم الأساتذة ما شافوه، شافوه منهم وقالوا فيه أخطاء كثيرة. قلت لهم ده نحن هسه حنخلي الناس على الكتاب القديم وده حنوقفه هسه لغاية ما نعمل لجنة منكم أنتم ومن ناس المركز ينقح الاخطاء ويطلعوا الحياه. طيب مؤتمر برضه يا دكتور عمر، مؤتمر قضايا التعليم في العام 2012 اوصى بحاجه مهمه جدا انه حجم الشنطه المدرسيه على الطالب بالذات طلاب الاساس حجمها كبير جدا. عملوا توصيه قالوا والله يفترض الشنطه تكون وزنها 10% من وزن الطفل اذا كان اخذه متوسط وزن محدد للطلاب الاساس، يكون وزن الشنطه المدرسيه لا يتعدى 10% من وزنه ووضعه متوسط لهذا الوزن. يعني دي برضها فيها ملاحظة فيما يتعلق، معنى ذلك انه في بعض الكتب كبيرة في حجمها وعدد ذاته عدد المواد اللي بيدرسها الطالب اذا كان مثلا في الصف الثاني او الثالث او الرابع اساس او الخامس، المواد دي كثيرة جدا مطبوعة بكتب كبيره. بالضبط، وده انا تكلمت عنه في يعني يعمل الام في الظهر بالضبط، ويكون كل يوم هو شايله. ايوه حتى في طريقه مشيه بتلقوه ما يمشي بمشي طبيعي. ايوه وانا ذكرت انه بعض الامهات تتكلم معانا واتصلوا بينا وقالوا انه فعلا عملت لهم مشاكل بتاع بيعالجوا منه اطفالهم في ظهرهم. وذكرت حتى في المؤتمر انه في واحد قال انه وزن الشنطه لقاه 20 كيلو بيشيل الطفل 20 كيلو. ف ممكن تكون قريب اكثر من نص وزنه. كده. فده معناها انه المواد دي كثيره بتحتاج لتقليل يعني. فده من ضمن المسائل اللي تكلمنا عنها، زياده على انه من المميزات يعني بتاعت المنهج السيء اللي انا كتبتها. يعني هسه من المناهج في العالم المعتبره من انجح المناهج المنهج اللي بيدرس في فنلندا. فنلندا. ايوه. وفي رجل تربوي مشهور يعتبر يعني الاب الروحي لمساله المناهج اسمه بازل ده قال انه هم نجحوا في المنهج لانه تخلصوا من الجراثيم السته بتاعت المنهج. وهي واحد قال كثافه المواد، اثنين كثره الامتحانات، ثلاثه اطاله ساعات اليوم الدراسي، اربعه الواجبات المنزليه الهوم ورك، خمسة الدروس الخصوصية، ستة المواد التي لا تفيد الطالب في حياته وسماها هو المعرفة المعزولة عن الواقع. فالست حاجات دي بيفتكر الجراثيم اللي هم لما نزحوها من المنهج بتاعهم عملوا المنهج اللي هو شهادت به وحتى الأمم المتحدة يعني. فنحن تكلمنا عن مسألة الكثافة بتاعت المنهج، ويتكلمنا برضو عن أنه المنهج كان مسيس، يعني النظام البائد قصد أنه يوجه المنهج بصورة مسيسة، وكانت المناهج لما يضعوها ناسنا في المركز وده قالوا لي واحد من الأساتذة ويرفعوها بيتصل آخر حاجة طبعا لازم يوافق على وزير التربية والتعليم حتى المنهج يمشي للطلبة يعني.
او يمشي للطباعه يعني. فقال كان بترجع لما تصل وزاره التربيه والتعليم في القمه بترجع لهم بيقول لهم انه المنهج ده ما فيه تاصيل. يعني ما دخلت فيه حاجه دينيه. حتى لو كان المنهج ده ما بيتكلم عن مساله الدين ولا حتى له علاقه به. زي مثلا الكتاب ده. ده اسمه اساسيات العلوم الهندسيه. بعدين انت من الصعب جدا ان تدخل كلام حتى لو وحتى عن الادب ولا عن اي شيء في كتاب هندسه. لانه كتاب الهندسه انت لازم تدخل حاجات علميه هندسيه ورسومات وكده. هو ده طبعا الغرض من العلوم الهندسيه في الثانوي ان تمهد للناس لما يمشوا كليه الهندسه في الجامعات. تعلموا الرسم الهندسي، يتكلمون عن الميكانيكا شويه، يتكلمون عن الكهرباء شويه. مسائل هندسية. الموضوع الديني إلا يكون إعجاز، يعني يتحدث عن الإعجاز الهندسي في الخلق أو في أو بديك تكون مادة ثقافة. ما في كلام عن الخلق ذاته عشان تدخل فيه كلام عن الخلق. فهم ما وجدوا حتى يكتبوا فيها الكلام ده في المنهج. فقاموا كتبوه في مقدمة. قال شنو؟ قال أنه يعني ثم لنا أن نسعد بتحقيق آمال واقعية من دراسة الهندسة الكلام ده كله. مثل إنشاء نسعد بأعمال يعني مثل إنشاء مترو أنفاق من حلفة بين حلفة والخرطوم والسودان ونيالة والفاشر وما بينهما ومد شبكة الطرق التي تقود جميعا للخرطوم وبناء الجسور والقناطر التي تضمن انسيابا منتظما للنيل وتحقيق أحلام مثل امتلاك القوة العسكرية. ده بدراسة الهندسة يعني النافذة و لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في الآفاق. طيب ما هو الكلام ده يا دكتور؟ الكلام ده ما أروح. الكلام ده هوس روح. ديني روح كويس ده هوس ده اسمه هوس ديني. ليه؟ لأنك أنت اتكلم في 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 الدين وفي الأخلاق عن أنه رفع لا إله إلا الله بيأثر على أخلاق الناس وعلى دينهم وعلى سلوكهم، لكن ما توهم الناس بأنك أنت بتقريهم هندسة عشان يرفعوا لا اله الا الله. بس ما يكون في حساسيه لأنه في لانه انت الناس اللي وضعوا لك مناهج المنهج الهندسه دي ذاتها وبيعلموك انت وانت مهما تقرا حتكون تلميذ لهم في مجال الهندسه. ما ناس مؤمنين بلا اله الا الله ولا مؤمنين بمحمد رسول الله. فانت العلم ما تغير حقيقه المسائل العلميه. لا العلماء المهندسين المسلمين ما مسلمين بيه. ما هم المهندسين المسلمين ما الفوا حاجه في الهندسه، هي الهندسه لسه بيقولوا اولادنا ديل دي ما نظريات كتبوها المسلمين. طيب في ابتكارات لكن من المسلمين. اي ما كويس بعد ما يقروا العلم اللي كتبوه لهم اللي هو الهندسه دي ذاتها اللي كتبوها لهم الناس اللي هم يفتكرون كفار. يبقى نحن اللي نتكلم عن الدين وعن الاخلاق في التربيه الاسلاميه في حصه التربيه الاسلاميه وفي في حصه الكلام على الاخلاق وكذا، لكن ما ندخل. انا ضربت برضه في امثله كثيره في المؤتمر لمسائل زي دي. يعني لكن يا دكتور اتفق معك، انا اتفق معك في انه والله في مواد تطبيقيه وفي علوم انسانيه. أيوة. في علوم تطبيقيه وفي علوم انسانيه. لكن بصوره عامه نحن بنتحرك كلها وقل ان حياتي ونسكي ومحياي ومماتي ومعاشي الى رب العالمين. طيب يعني لا يعني الناس لما الناس زيكم من المفكرين ومن المسؤولين في وضع المناهج لما نحس بال يعني دي ممكن دي تكون في حدود تتم مثلا، لكن لما المجتمع الراي العام يسمع كلام زي ده من علماء ومفكرين زيكم بيفتكر انه والله في حساسيه في المساله دي اول ما ينجو. بالعكس نحن اصلا ما نحن اصلا لو 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 في اي حاجه نحن اكثر حاجه ممكن نحبها وندافع عنها الدين، لكن ما بنفتكر انه ده الدين، بنفتكر انه ده بشوه موضوع الدين. يعني انت مثلا لما تكون عندك تصور، لانه انت عندك طلاب مثلا هسه قبيل من الاساتذه اللي بيتكلموا معي استاذ قال بيدرس في مدرمان الماده دي، قال الفصل اللي انا بدرس فيه فيه 24 طالب مسيحي. طيب قال في واحد منهم قال لي يا اخي نحن الكلام ده نحن دايرين نقرا حصه الهندسه الكلام ده انه الافاق ننشر فيها محمد رسول الله، ده انا ما مؤمن بالكلام ده المسيحي. اي ليه تقروني له في حصتي؟ انا لو جيت في حصه الاسلام حقكم قروني له، لكن انا لو ما جيت في حصتكم ما تقروني لانه انا من حقي كمواطن سوداني. احنا شفنا المناهج مثلا في بعض المناهج للطلاب المسيحيين خاصه بتكون مواد مخصصه. ما هو اصلا ما عنده هسه احنا عندنا يعني ما بيدرسوا ماده التربيه الاسلاميه. نحن عندنا الا يكون طالب مسيحي راغب يدرس الماده. لا نحن هسه عندنا وحده للتربيه المسيحيه. الوحده بتاعت التربيه المسيحيه دي بتدرس الاولاد ديل
الكلام الوارد في المسيحية، لكن ما بتقول لهم يا جماعة دخلوا لنا من عبارات المسيح دي في كتاب الجغرافيا. نعم. ولو قالت كده ما حيقبلوا، ما حيقبلوا، ما حيدخلوا عليه. أيوة. كذلك نحن برضو بنفس الصورة، ما دعينا ندخل في كتاب الجغرافيا حجج من السنة والحديث ولا القرآن، لسببين جوهريين. السبب الأول مبدئي اللي هو أنه نحن في بلد فيه تعدد بتاع أديان وتعدد بتاع ناس، يعني خاصة وأنا نحن ماشيين للحقق السلام، اللي عشان تدخل مناطق هسع في معظمها ناس مسيحيين أو وثنيين، إذا كانت في جبال النوبة أو كانت في النيل الأزرق أو كده، زيادة على أنه الحق اللي قلنا به قبيل في البداية أنه المناهج تشبه الدستور، لأنه زي ما في الدستور أنك أنت السلطة التنفيذية بتكون عند الأغلبية، لكن الأغلية بتكون حقوقها محفوظة بالدستور. فأنت كذلك ممكن يكون الأغلية دي أنا بعمل لها مواد براءة في المناهج. أديها مواد براءة رياضيات براءة؟ لا ما الرياضيات. طيب خلاص ما تدخلها في كتاب الرياضيات الدين بتاعك بس. العلوم التطبيقية فلتكن علوم تطبيقية. ما عندنا مشكلة. وهم ملزمين بأنه ندرس المواد ذات الطبيعة لكن هم هسه لما يدرسوا جغرافيا بيلقوا أنه الأدلة ذاتها الموضوعة للقضية الجغرافية، وأنا قريت نماذج منها في المؤتمر، أدلة آيات وأحاديث. يعني بيتكلمون مثلا عن تعاقب الليل والنهار كظاهره جغرافيه، يعني ما بكون في شرح لمساله انه السبب المساله دي انه الارض بتلف حول نفسها، بقدر ما بكون في سبب لايات الله ذكر فيها تعاقب الليل والنهار، كانما دي هي الدليل. طيب حقائق علميه، لكن هو الطالب المسيحي ما بيرفض الحقائق العلميه، لا بيرفض النص، بيرفض انه النص ده دليل على الموضوع، بيرفض انه النص ده كلام صحيح، هو ما مؤمن به، لكن ما مؤمن به، من حقه انه نقريه في حصه الجغرافيا الحاجه العلميه، من حقه كمواطن طيب سوداني. بعدين في مثلا انا اخذك الى مثلا الشيخ احمد ديدات عليه رحمه الله، ده رجل عالم هندي بروفيسور كان في ساوث افريكا. في رايك انت؟ انا في رايي انه اشهر رجل انا سمعت له. والله هذا انا ما سمعت له. ده رايك انا يعني أنا سمعت مجادلاته مع المسيحيين. رايك. لكن هو بيتكلم لما كان مسيحي. قال وأنه لما كان مسيحي قال نحن استدلينا في مسألة الإعجاز الكوني فيما يتعلق بالآيات الكونية، وكنا طلبة مسيحيين وكنا نمتحن بهذه المواد التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وكنا نحفظها عن ظهر قلب ونريدها كمعلومات علمية ثابتة. ما قال الكلام وكان مسيحي. ما قال الكلام ده لما كان مسيحي. لا قالوا لما كان لما أسلم. أيوة. لما أسلم. لكن قال أنا كنت مسيحي ونستدل ولقيناها. أيوة. لقينا ما ورد في القرآن الكريم فيما يتعلق بالإعجاز العلمي كان صحيحا. أنا ما بقول إنه القرآن الكريم ما فيه إعجاز علمي، لكن بقول إنه القرآن الكريم إعجازه الحقيقي في تربية النفس البشرية. وأنه ما كتب جغرافيا ولا كتب كيمياء ولا كتب فيزياء، هو كتاب كتاب كوني لكن ما كتاب في كوني. أي ما فيه الكلام ده، كيف يعني ما فيه نظرية فيثاغورس، ما فيه نظريات نظريات بشرية. أيوة. عرضة للنقد والصحيحة وكل حاجة. لا ما العرض في وحدات ما عرضة، يعني قانون الجاذبية ما عرضة لأخذ ورد حقيقة علمية. قانون الجاذبية القرآن الكريم كتاب كوني. فيه كل العلم يا دكتور. وانت قريت القرآن. انت يعني القرآن لما يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. أي معناها شنو؟ مش معناه انه انا حلقة لي آية عن الكيمياء وآية عن الفيزياء. لا أبدا. معناه انه لو في انسان عبد الله لكن يصلح للاستدلال حتى عند غير المسلمين. لا 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 يصلح للاستدلال. لا 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 ما بيصلح. كيف اوريك الاستدلال بتاعه؟ ما انت عشان ما تقاطعني. لما يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، معناه أنه العلم كله في الكتاب، وسيلتك لما أن تكون العلم في الكتاب تعلمه أن أنت تقرأ الكتاب وتطبقه في الممارسة، فالله يعلمك، لأنه قال واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إذا أنت عبدت الله واتغيت الله بعلمك أسرار الوجود، وده تكون أخذتها من القرآن، مش مباشرة من أنك قريت الآية ولقيت فيها حل المشكلة العلمية ولا المعادلة ولا الرياضيات. لكن الأسلوب اللي أنت بتتعلم به هو اسلوب التقوى في انك تستفيد من القران ككتاب تربيه. طيب موضوع قد يطول. أيوه. زمان لكن النقطه شنو؟ النقطه الاساسيه لا لكن السابق بركز عليها انا المسلمين دكتور عمر استدلوا بالقران الكريم من حيث الاعجاز العلمي. انا الان بركز النقطه اللي بركز عليها، نحن في كتب المناهج بتاعتنا دي الوضعات جماعه ديل كانوا بيضعوا في الكتب بتاعت الجغرافيا وبتاعت الفيزياء وبتاعت الكيمياء وبتاعت كده، بيفتكروا انه ده تاصيل ديني، انه يضعوا آيات وحديث كثيرة يخفوا بها الدليل العلمي، يطلعوا لنا الطالب بتاعنا جاهل في الفيزياء وفي الكيمياء وممكن يكون حافظ الآيات،
في حين انه الايات دي ذاتها ممكن يحفظها زول في محل شرواني اللي هم قفلوه، ولا في محل الاخر الدرمان العلمي اللي هم قفلوه كانوا الناس بيحفظوا فيه القران. فانت في الاخر نحن دايرين المناهج تطلع لنا زول عالم في المجال اللي هو بيقرا فيه. نعم. طيب طيب الان نحن اذا زماننا والله خلاص تمت الاشاره انه زماننا انتهى، لكن بسرعه نحن دايرين نطمئن انه والله المناهج التي ستوضع في المستقبل لن تتاثر باي فكر سياسي او باي عمل فردي. لا. يعني ما في زول بيفرض نفسه عليه انه والله يضع منهج لانه في فكر سياسي محدد هو الذي سيتمنى به هذا المنهج. الاسر تريد ان تطمئن الى ان ترسل ابنائها وان تطلع على هذا المنهج، ارد موضوع حساس تطمئن جدا، والراي العام قد يرفض اي منهج لا يتوافق مع قيم الاسر تطمئن جدا، والناس يطمئنوا جدا، وانه المركز ده مركز قومي والمنهج مساله قوميه، وما في انسان عنده اي راي بتاع فئه ولا جماعه بيفرض على الناس كلهم، لانه المساله مساله قوميه. الناس اللي عملوا العمل ده في الحقيقه بس لانهم ما كانوا صادقين. المنهج الفرد ذاته يعني لو كان في تنقيحات للمناهج القديمه، يعني مثلا زي كتاب قلت انا الكلام ده قبل كده، كلنا درسنا في المدارس بكتاب اسمه التربيه الاسلاميه، فيه ايات فيه اصول للحفظ وفيه احاديث نبويه وفيه كلام عن كيفية الصلاة وكيفية الوضوء وكيفية كده، وفيه كلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله كده. كتاب واحد. هسا الطالب في أول ابتدائي عنده كتاب اسمه كتاب القرآن وكتاب التربية الإسلامية وكتاب الفقه وكتاب السيرة. ده ما كان زمان موجود. الناس ما جوا عملوا الكتب والحاجات الكثيرة دي عشان هم بحبوا الدين أكثر. ما التخصصات طبعا. انت ما تخصص لزول هو ذات عمره 6 سنين، ما تعمل له تخصصات كثيره في مساله الدين. طيب عموما نحن حنتابع ان شاء الله دكتور عمر القراي. نتابع ان شاء الله ما ستخلص اليه من نتائج فيما يتعلق بالاستشارات التي ستصلكم والاراء من المواطنين الذين يودون الاطمئنان على ابنائهم الذين سيرسلهم للتعليم قبل المدرسي او التعليم المدرسي. سنتابع كذلك آراء العلماء الذين ستحتفوا بهم والمختصين ليكتبوا معكم المناهج المختلفة. نحن سعيدنا جدا. شكرا. نشكرك على الحضور والمشاركة معنا. شكرا لك. جزاكم الله خير وسع صدرك يعني برضه. الله يبارك فيك. الله شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. شكرا. إذا مشاهدي الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في هذا اللقاء الخاص مع الدكتور عمر أحمد القراي مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي. ترقبونا بمشيئة الله تعالى في حلقات مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله.